يا ليلة القدر خير بارنا، خير من الدهر بالعفو تارنا. أنا كل سنة بظل كل شهر رمضان في الأقصى، من 30 سنة وأنا كل شهر رمضان، والعشرة أيام الحج بظل هنهان، وخميس على جمعة سبت بظل هنهان. فيك أتى القرآن إلي من يوم الخميس لحق ليوم الخميس وأنا ما وجودي هنا، الحمد لله رب العالمين. بنصلي التراويح وبنصلي كل فروض الفجر والضحى والظهر والعصر والمغرب والعشاء والتراويح، والحمد لله 20 ركعة وثلاثة وتر، الحمد لله رب العالمين. شعوري والله أنا مبسوط وبنشرح قلبي ومعنوياتي عالية الحمد لله، والله يا رب يتقبل من الجميع إن شاء الله، بتكون من عتقاء رمضان، ويا الله يقف مع المسلمين يا الله. العفو والغفران مشقة وصعبة والله، يعني 3 ساعات بتقعد في الطريق تبنك تصل عشان نيجي نصلي في الأقصى، الحمد لله جينا وصلينا وتمتعنا والحمد لله رب العالمين. الله يا ربي كل الناس تيجي تصلي فيه، قديش ناس يعني بيجيش يصلوا فيه، الحمد لله الكل بيجي يصلي فيه، الحمد لله رب العالمين. الله يا الله يا رازق الأموات، روحي معلقة في الأقصى، روحي معلقة في الأقصى، يعني كلهم بقبل فيه معاي لما أصلي فيه كلهم بروحين عني، والحمد لله رب العالمين. ببص الأرض بطل السماء اللي بصلي في الأقصى، الحمد لله إن شاء الله كل إنسان بيجي يصلي في الأقصى وننصر دين الإسلام يا الله ويحرم. خير من الدهر بالعفو تاتينا.